مشاهدين أهلا بكم. هل يمتلك الجيش الجزائري فعلا منظومة الدفاع الصاروخي الروسية S-400؟ لقد قالت جريدة الصباح في عددها الصادر يوم الاثنين 13 مارس سنة 2017 إن مصادر عسكرية مطلعة أكدت أن الجارة الشرقية حركت منصات صواريخ بالستية من طراز S-300 وS-400 في اتجاه الحزام الأمني في إطار حالة التأهب التي أعلنها الجيش الجزائري قبل أيام. وأضافت الجريدة أن المصادر المذكورة أوضحت أن الصواريخ الروسية التي وصلت إلى المنطقة العسكرية الثالثة تنتمي إلى الجيل الرابع البالغ التطور، مضيفة أن المنصات المحمولة لS-400 تريومف يمكنها إسقاط جميع وسائل الهجوم الجوية الموجودة حاليا بما فيها الطائرات والمروحيات والطائرات الموجهة عن بعد والصواريخ المجنحة والصواريخ البالستية والعمليات التكتيكية التي يمكن أن تصل سرعتها إلى 4800 متر في الثانية. وبالتالي تأكد لجريدة الصباح فعلمت أن عناصر القوات المسلحة الجزائرية المنتمية إلى المنطقة العسكرية الثالثة فقد تدربت على استعمال صواريخ تريومف أو منظومة S-400 الروسية منذ أسابيع قليلة في إطار ما يسمى التمرين البياني المركب مع الرمايات الحقيقية بالذخيرة الحية الذي اعتبرته تقارير مخابراتية أنه يكرس توجها استراتيجيا ضد المغرب على اعتبار أنه كان بمثابة اختبار للقدرة على إنجاز عمليات برية وجوية حقيقية ضد قوات برية كلاسيكية كبيرة مزودة بالمدافع والدبابات وقاذفات الصواريخ والطائرات والطائرات العمودية والمقاتلات في منطقة صحراوية، هكذا أضافت الجزيرة. ويعتبر هذا أحد المؤشرات من بين مؤشرات عديدة على امتلاك الجيش الجزائري لمنظومة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية S-400. فإن امتلكتها الجزائر فهنيئا للجيش الجزائري. دعونا نتعرف على مميزات وقدرات منظومة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية S-400. يعتبر نظام الدفاع الجوي الروسي S-400 إحدى أحدث وأبرز أنظمة الدفاع الجوي أرض جو العسكرية القوية عالمية التي تستخدم لصد وتنفيذ الهجمات الجوية، حيث يمكن من خلالها إسقاط الطائرات الجوية أو توجيه ضربات على أهداف جوية من مسافات بعيدة، حيث تتميز بقدرتها على تتبع 160 هدفا وإطلاق أكثر من 80 صاروخا في آن واحد. ويشبه هذا السلاح الروسي الرهيب منظومة باتريوت الأمريكية، إلا أن هذا الأخير أكثر منه تطوراً وحداثة. ويتكون نظام الدفاع الجوي الروسي S-400 من مراكز للمراقبة ورادار ثلاثي المحاور مقاوماً للتشويش وستة مجمعات صاروخية وأكثر من 12 ناقلات للقذائف. وبإضافة رادار رباعي المحاور للإضاءة والكشف ونظام دعم فني ومركبات لنقل الصواريخ وجهاز محاكاة بغرض التدريب. حيث يمكن لهذه المنظومة رصد أهداف جوية في مدى يتراوح بين 40 إلى 400 كيلومتر، وتنطلق هذه الصواريخ بسرعة فائقة تتجاوز سرعة الصوت بأكثر من 15 ضعفا.
إن الشيء الخطير في هذه المنظومة أنه لم يتم تصميمها لإسقاط الطائرات فحسب، بل إنها قادرة على تدمير الصواريخ التكتيكية أيضا. حيث يغطي رادار S-400 مساحة واسعة تصل لدائرة ذات قطر يبلغ 600 كيلومتر. ويمكن تجهيزها للانطلاق خلال فترة زمنية أقل من 5 دقائق. بالمقابل فإن رادار منظومة باتريوت الأمريكية الذي يغطي أقل من 150 كيلومتر ويستغرق تجهيزها مدة زمنية تقدر ب30 دقيقة. ووفقا للخبراء يتكون نظام الدفاع S-400 الروسي من رادار للكشف متعدد الارتفاعات والاتجاهات وأبراج متنقلة تحمل منصبا هوائيا. يصل مدى الكشف لهذا النظام إلى أكثر من 600 كيلومتر ويتراوح مدى تدمير الصواريخ الباليستية التكتيكية من 5 إلى 60 كيلومترا. تاريخيا تم عرض النظام لأول مرة في إطار تجريبي في منطقة كابوستينيار بمدينة أسترخان عام 1993 في فترة حكم وزير الدفاع إيغور سيرغييف، وأجريت العديد من المحاولات التجريبية لأنظمة الدفاع الدفاعية الصاروخية المتقدمة في العقد الأول من القرن العشرين. يعمل هذا النظام منذ أبريل عام 2007، ويعتمد نظام الدفاع S-400 الروسي على نظام S-300 PMO-2، ويعتبر ترقية والنسخة الأحدث من نظام S-300، وتعتبر الصين أول دولة حصلت على هذه المنظومة، كما وقعت كل من روسيا والهند صفقة تجارية عسكرية بشراء نظام الدفاع الجوي S-400 تريوم F. إن منظومة الدفاع الجوي الصاروخية S-400 تعتبر من أكثر الأنظمة السلاحية المميتة في العالم وأكثر الأسلحة فتكا في العالم، حيث يوفر 4 أنظمة دفاعية جوية متعددة الطبقات. ووفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية فإن الفترة الزمنية التي تستغرقها هذه المنظومة لإطلاق الصواريخ لا تتعدى ثواني معدودة، أقل من 10 ثواني بعد اكتشاف أي تهديدات ممكنة، في حين أن منظومة الباتريوت الأمريكية تستغرق 15 ثانية. فأما من ناحية التكلفة تتميز هذه المنظومة بأنها أقل تكلفة من جميع نظائرها من أنظمة الدفاع الجوي، حيث تقدر تكلفة شراء بطارية هذه المنظومة حوالي 500 مليون دولار أمريكي، في حين تبلغ تكلفة بطارية منظومة باتريوت الأمريكية حوالي 1 مليار دولار بالإضافة لبطاريات أخرى ملحقة بمليارات الدولارات. شكرا لكم لمشاهدة هذا الفيديو. إذا أعجبكم الفيديو أمتعونا بلايك واشتراك للقناة. شكرا لكم.